أهلا بكم إلى اللقاء الأولى الذي نستضيف فيه الليلة من تونس الكاتب والباحث السياسي شكري الحميدي، حيث نناقش معه خطاب رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد ومكاشفته التونسيين في خطابه بحقيقة الأوضاع في البلاد. وصف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في أول خطاب مفتوح له عبر شاشة التلفزيون الوضع الأمني في بلاده بالهش، وأكد في الخطاب الذي كان منتظرا أن خطر الإرهاب لا يزال قائما. ما زال هش، ومخاطر الإرهاب ما زالت موجودة كيف ما صار منذ مدة في العملية الإرهابية الجبانة اللي وقعت في منطقة بولعابة من ولاية القصرين. وفي الجانب الاقتصادي قال الصيد ان الوضع لا يزال صعبا، مشيرا الى ارتفاع نسبه التضخم وارتفاع نسبه البطاله. بالنسبه للوضع الاقتصادي صرحكم بانه صعب ويبعث على الانشغال. في الاستثمار تراجع سنه 2014 بنسبه 21% مقارنه بسنه 2013. مستوى التضخم ما زال عالي وفاق نسبه النمو. تعطل إنجاز المشاريع الكبرى وخاصة الطرقات السيارة. معنا من تونس الكاتب والباحث السياسي شكري الحميدي. مساء الخير سيد شكري. رئيس الوزراء التونسي في خطابه في البداية قال بأنه سيتطرق لثلاثة ملفات أمنية اقتصادية واجتماعية، سوف نتحدث عن هذه النقاط الثلاثة، ولكن أسألك عن الانطباع العام عن مضمون خطاب رئيس الوزراء التونسي والطريقة التي طرحها بها ذلك المضمون. المستمع إلى خطاب رئيس الحكومة يظهر له أن هناك أول شيء محاولة للمصارحة حول الوضع الحالي على مستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي، لكن هذه المصارحة لم ترتقي إلى تشخيص الوضع. هناك نتائج أمنية واقتصادية واجتماعية، لم يتم تشخيص ما الذي أوصل الحالة داخل البلاد التونسية إلى هذه الوضعية الأمنية والوضعية الاقتصادية والوضعية الاجتماعية، ثم مر إلى تشخيص ما أو ذكر الحالة التي وجد فيها البلاد من غياب رؤية أو منوال تنموي جديد، من عدم استعداد إلا إلى تحقيق موازنات داخل الميزانية ميزانية الدولة، وهو قدم إلى أنه سيصير هناك مخطط ليشمل الخماسي 2016-2020، وداخل هذا المخطط تعرض إلى نتائج لم يطرح كيفية تحقيقها. طيب، واضح جدا بأنه كانت في الخطاب نسبة كبيرة من المصارحة، ولكن هناك من تابع هذا الخطاب وقال بأنه كانت فيه نسبة كبيرة من التشاؤم، وأنه كان ربما يجدر برئيس الوزراء التونسي في أول خطاب يخرج به بهذا الشكل على المواطن التونسي أن يعني يدفع بشيء من الأمل، يبعث بروح بشيء من روح الأمل لدى المواطن التونسي مع المصارحة، مطلوب المصارحة ولكن شيء من الأمل وليس التشاؤم كما ربما كان بالشكل العام للخطاب. الحالة التي ظهر فيها رئيس الحكومة هي تعكس حقيقة الوضع السياسي في مجابهة الواقع الصعب. لا ينكر أحد أن الواقع التونسي على مستويات الثلاثة المذكورة ليس وضعا سهلا، لكن الإرادة السياسية كانت غائبة باعتبار أن الحكومة تم تشكيلها في إطار توافق كبير وخوف من هاجس الفترة الانتقالية السابقة، وكل ذلك جعل من رئيس الحكومة يتحدث، أنا أقول متشائما، لكن هو حاول أن يصارح ولكن دون أن يشخص وأن يضع أصابعه على الداء في كل هذه المجالات. ربما
ينتظر دعما سياسيا من المنظمات الاجتماعية كالاتحاد العام لتنظيم الشغل والاتحاد الصناعة والتجارة ومكونات المجتمع المدني والأحزاب الغير مشاركة في السلطة، وهو يعكس حالة خوف من المسؤولية السياسية أكثر منه تشاؤم. بدأ الخطاب بالملف الأمني وربما يعتبر الملف الأهم الآن الذي يواجه الحكومة والتونسيين بشكل عام. قال بأن الوضع الأمني هش وأن الإرهاب لا يزال يشكل خطرا كبيرا، وأشار إلى عدد من الإجراءات، اعتقال بعض الإرهابيين ربما أكثر من 300 شخص، تشديد الإجراءات الأمنية في عدد من المناطق، ولكنه وضع شكل يعني قاتم لوضعية الأمن في البلاد. وضعية الأمن في البلاد غير تخافي على أحد، وهي منذ الثورة التونسية بان الثورة التونسية كانت لحظة الحرية التي كان يعيشها التونسيون، منها لحظة الحرية السياسية جعلت الجانب السياسي والجانب الأمني أقل شدة، وارتخاء في الجانب الأمني والعسكري مما جعل أنه هذه المجموعات الإرهابية تتحرك بأكثر حرية، ولا ننسى أنها كانت تتحكم في بعض منابر الجوامع، وكذلك تم تكوين العديد من الجمعيات التي الآن يتم إغلاقها لأنها مشبوهة، ثم كذلك كانت الحدود لم تكن محمية بالكافي لمنع دخول السلاح أو غيره، ومما خلق هناك العديد من الخلايا النائمة أو بور التوتر، وكانت تتمظهر في كل لحظة. ربما الجانب الأمني في أواخر 2013 ربما هناك بعض الاستفاقة، ولكن هذه الاستفاقة كانت متأخرة نسبيا. الآن هناك تصاعد في السيطرة على هذه المسألة. هذه السيطرة كما ذكر رئيس الحكومة لم تشمل كل الجوانب للإرهاب داخل البلاد. هو أشار إلى نقطة، ويعني ما ربما يريد أن يقوم به في المستقبل كخطة حكومية، قال بأنه سوف يتم تدعيم التنسيق بين الجيش والأمن والشرطة في مواجهة الإرهاب. طبعا ربما يشير إلى أنه سابقا كان يتم العمل بشكل منفرد بين هاتين المؤسستين في مواجهة الإرهاب، سوف يتم التركيز على التنسيق بينهما أكثر في المستقبل. فعلا علاقة المؤسسة العسكرية بالمؤسسة الأمنية عرفت تجاذبا كبيرا منذ الثورة التونسية، باعتبار أنه في لحظة الغضب الجماهيري وبعد تراجع الأمن بتعليمات من الجيش تراجع قليلا ليتقدم المؤسسة العسكرية داخل البلاد في حماية المنشآت وغيره. هذا جعل من المؤسسة العسكرية تتضاعف أو تضعف وجودها داخل على الحدود التونسية، وبعد فترة معينة رجعت المؤسسة العسكرية إلى الحدود والمؤسسة الأمنية لداخل البلاد. وفي فترات معينة هناك عدم تنسيق في المعلومات، عدم تنسيق في العمليات بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، خلفته ربما تدخل المؤسسة العسكرية في الفترة التي أتت بعد الثورة، ثم الآن نتحدث عن تنسيق، وهو التنسيق الواجب فعله للتمكن من القضاء على الإرهاب والسيطرة على الإرهاب في شكله الحدودي وفي شكله داخل البلاد وفي كل المناطق التي يمكن أن يتدرب فيها إلى غير ذلك. وهذا التنسيق ربما تطوره يمكن المؤسسة الأمنية والعسكرية من السيطرة على هذه الظاهرة.
الملف الثاني الذي فتحه سيد الصيد هو ملف الاقتصاد، قال بأنه أن الاقتصاد التونسي الآن هو اقتصاد متعثر وصعب، هناك تراجع للاستثمار الخارجي في تونس، وأعطى سنوات وتواريخ وأيضا أعطى إحصائيات معينة أشار إلى البطالة وارتفاعها. هل من خطط فعلية وواضحة للحكومة في مواجهة هذا التدهور الاقتصادي الذي تعيشه تونس حاليا؟ الملاحظ للبرنامج الحكومة منذ تأسيسها إلى حدود خطاب رئيس الحكومة اليوم، ليست هناك برامج واضحة كما قلت من الأول، لأن رئيس الحكومة أعطانا نتائج الحالة الهشة للاقتصاد، عجز ميزان التجاري، عجز الميزانية، بطالة مرتفعة، تضخم يفوت نسبة النمو إلى غيره. هذه نتائج وليس فيها أي تشخيص للوضعية الاقتصادية. لماذا نحن على هذه الحال؟ يجب أن نذكر أن البطالة المرتفعة وخاصة على مستوى الحامل الشهيد هي نتيجة للخطة التعليمية المرتكزة أساسا على الإيجازات العلمية وابتعاد أكثر ما يمكن عن المسائل التطبيقية اللي هي الطلب السوق الشغل لهذه الشهايد. كذلك يجب أن ننظر أن اليوم لما نحكي على التنمية يجب أن نحكي على الاندماج. اليوم البلد كما تونس إذا لم يكن هناك في أولوياته الاندماج على الأقل الأفقي في علاقة بالمغرب العربي أولا ثم الاندماج العربي، نعم، والعمودي في علاقة بالاتحاد الأوروبي. لا يمكن الحديث اليوم عن التنمية بدون الحديث عن الاندماج. كذلك في مستويات المستويات الاجتماعية وتحفيز العمل وعدم تسطيح العمل بمستويات الأجور التي تسطح بين الأعمال على مختلف قيمتها. كذلك في علاقة بالملف الصحة وملف التربية الذي يجب أن ننظر فيه باعتبار أن هناك عثرات صارت في التجربة القديمة في علاقة الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الأساسي بدون أن يكتمل التعليم الابتدائي، وكانت هناك عثرات عديدة يجب النظر إليها وإعادة النظر في هذه المسائل لبناء الإنسان الجديد والتنمية المبنية على الاندماج وغيره. وهذا يمكن أن ننظر إليه بالتشخيص الحقيقي لهذه الأزمة كما أعطى نتائجها الحكومة. شكرا جزيلا لك أستاذ شكري الحميدي الكاتب والباحث السياسي التونسي الذي كان معنا من تونس. يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك.